هذه بلاد الأصالة، بلاد الرسالة، ها والخيالة. كانت هنا في كل حومة ناس متلمة، الهمة والشان والقيمة والتعزيمة. ها شوف، ما ملح الدار اللي يكون داير بها السور، وما ملح الشجرة اللي تكون على ماها، ما ملح الراجل اللي يكون مشكور، وما ملح المرأة اللي ربت ولادها. فهمت المعنى ولا ما فهمتش يا ولدي؟ ايوا دخل في راسك. ها واش تيطبع الدار؟ الدار تطبعها الملسة، ها كايلة، والعرض تطبعها الغرسة، والمرأة تطبعها اللبسة. ها شوفوا بلادنا كي زينة ومحبوبة وبنينة ومولات خير والخمير.